اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفايا في هذه الفقره، دائما الفقره ثابته وفقره التحليل الفني والتحليل الرقمي الحقيقه لمباراه غدا، مباراه النادي الاهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي في نسخته رقم 18. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ده كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله، وحشنا بقى لنا فتره. انت كابتن اجازه اسبوعين اعتقد. بقى لنا اسبوعين ما فيش ماتشات مريحين مني طبعا ومن لا طبعا يا كابتن، ازاي؟ ايضا احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. على طول بغلط انا احمد، اقول احمد سعيد لكن يلا ما فيش مشكله، السن برضو والزهايمر. لا كابتن، اخبارك ايه يا ابو حميد؟ مبروك طبعا الجايزه، انا شفت ان انتوا جايبين جايزه بسم الله ما شاء الله. اعتقد ان شيء رائع جدا ان تبقى في جوائز دائما لقناه النادي الاهلي ولمحللي قناه النادي الاهلي. هو طبعا كابتن اسلام، هو يعني شكرا طبعا لكل الناس اللي صوتوا لنا في استفتاء صفحه الميديا على الفيسبوك، وطبعا بنشكرهم بصراحه كلهم، وطبعا اكيد اللي وراه جمهور النادي الاهلي طبعا بيبقى محمي. ده انت متاكد اي استفتاء في حاجه اهلي بتلاقي دايما؟ بس يعني اتمنى يكون الناس كلها عارفه ان احنا الحمد لله احنا هنا في الفقره بتاعتنا من بدايتها، حتى من ايام برنامج المونديال لما النادي الاهلي كان في المونديال، احنا دايما بنقول ليه لينا ولا علينا على ما يا راجل. ده انت قلت نقاط ضعف بايرن ميونخ ان شاء الله، يعني في اكتر من كده ان شاء الله نقاط ضعف تشيلسي. يعني بنحاول ان احنا نعمل شغلنا مبني على مبررات ومبني على حجج ومبني على ارقام. طبعا في وجهات نظر، وساعات انا واحمد بنختلف، ساعات بنتفق، ساعات بنشيد بامور في النادي الاهلي، ساعات بننتقد بعض الامور الفنيه. فالحمد لله ده وصل للناس، والحمد لله برضو ان احنا يعني ما بنتطرقش لاي نادي، كل الانديه لها احترامنا منها، نادي الزمالك، نادي بيراميدز، نادي الاسماعيلي، نادي المصري، الاتحاد، بس لينا الحق طبعا ان احنا بنتكلم في الشق الرياضي فقط، ولا نتطرق للامور الشخصيه او اي امور خارج المستطيل الاخضر. مبروك يا احمد. الله يبارك في حضرتك. الاول طبعا يعني اللي وراه جمهور الاهلي بيخش اي استفتاء بسم الله ما شاء الله لازم يكسب، يعني تحيه كبيره للناس، وشكرا جدا لكل الناس اللي صوتت لنا، وتحيه طبعا لحضرتك، اكيد حضرتك اللي اديتنا الفرصه يعني من اول الاهلي في المونديال، من ساعه برنامج الاهلي في المونديال، والحمد لله استمرينا. اكيد بنتفق بنختلف، يعني ده تتويج لمجهود الفتره اللي فاتت دي كلها. يعني اعتقد ان احنا الحمد لله يعني لسه ان شاء الله الفتره الجايه نحاول ان احنا نطور اكتر، نشتغل اكتر عشان نشوف يعني الناس كمان ان شاء الله يعني تشوف احسن من كده في الفتره الجايه. وبنشكر كل الناس اللي صوتت لنا يعني في المسابقه. عقبال اللي جاي ان شاء الله، لان اللي جاي ان شاء الله يكون دائما كله تكريمات وكله حاجات افضل دائما، لان جمهور النادي الاهلي زي ما حضراتكم قلتم هو الاساس في كل شيء، وبالتالي لما يضع جمهور النادي الاهلي حضراتكم كافضل اثنين محللين موجودين في كل القنوات اعتقد ده شيء رائع جدا. فبنشكر طبعا كالعاده دائما جمهور النادي الاهلي في ظهرنا. خلينا بقى نتكلم عن مباراه السوبر بكره، مباراه السوبر، وهبدا بكريم النهارده. مباراه مهمه، مباراه صعبه طبعا، تاكيدا على هذا الكلام لازم نتكلم في هذا الامر. مباراه ليست بالمباراه السهله، كم واحد قبلك من بعد من لا يشجع النادي الاهلي وقالوا لك مبروك؟ كتير. صحيح. ليه؟ هم متخيلين لا ان المباراه بكره سهله. هي مباراه ليست سهله، انت بتلعب فريق قوي جدا افقدك نقطتين في ظل صراع صعب جدا مع نادي الزمالك في بطوله الدوري، ايضا في مباراه النهائي كاس مصر كانت الامور صعبه جدا. صحيح. نادي طلائع الجيش في الفتره الاخيره لاعب النادي الاهلي اعتقد ثلاث مباريات كانوا حساسين جدا، حتى مباراه الدور الاول يعني النادي الاهلي كسبها بصعوبه. صح. هدف لاجاييه في الدقيقه تقريبا 93، وطبعا بخلاف مباراه فاينل الكاس النادي الاهلي حسمها بركلات ترجيح، ومباراه الدور الثاني اللي انتهت بالتعادل السلبي طبعا بعيدا عن الهدف الصحيح غير المحتسب. لكن اكيد فرقه طلائع الجيش شفناها السنه اللي فاتت مع كابتن عبد الرحيم بسيوني في استقرار، يعني اعتقد برضو يعني نادي طلائع الجيش من الانديه القليله اللي بتحافظ على الجهاز الفني بتاعها لاكثر من الموسم، وبالتالي ده اكيد بيدي استقرار للفريق وبيدي كمان سيستم. يعني كابتن عبد الرحيم بسيوني واضح انه فرض سيستم، اكيد هنتكلم على ان قماشه الفريق اتغيرت تماما. يعني بكره احنا هنشوف الى حد ما ربما نشوف ثلاث او اربع لعيبه جداد في التشكيل الرئيسي بعيدا عن ال 15 صفقه اللي النادي طلائع الجيش ابرمهم في فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. بنتكلم 15 لعيب، ده يعني فريق واربع دكه، يعني فرقه كامله جديده. لكن
كل الاخبار اللي جايه من معسكر طلائع الجيش ان ربما التشكيل الاساسي بكره يضم 3 أو 4 لاعبين ماكسيمم كلاعبين جداد على التشكيل شفنا، لكن مباراه صعبه، مباراه في بدايه موسم، كمان احنا منتظرين نشوف شكل جديد لنادي الاهلي مع كم الصفقات الجديده. عجبني جدا جدا القرار اللي خده بيتسو موسيماني بعدم اذاعه ماتش المقاولون العرب الاخير الودي واختفى جدا، قرار عجبني جدا. الناس كانت عايزه تتفرج طبعا، احنا عندنا مصلحه النادي الاهلي. انا احب اللي يفاجئني بصراحه يعني احب اللي يشتغل يعني اوكي. ماتش بتروجيت اتذاع والناس شافت لبعض الرتوش المبدئيه، ماتش المقاولين تم اخفائه لبعض وكان واضح ان في تنفيذ بعض الامور اللي ممكن تتطبق في ماتش طلائع الجيش. نتمنى نشوف شكل مختلف وتصحيح لبعض الامور اللي احنا عانينا منها في نهايه الموسم الماضي. بشكل عام طبعا هي مباراه صعبه وكل حاجه، ولكن النادي الاهلي يتفوق تاريخيا في كل شيء طبعا يعني، بس هي في الاول وفي الاخر برضو المباراه دي صعوبتها في ان انت بتلاعب اولا لما البطوله اللي بتبقى من مباراه واحده تبقى مش مضمونه. ليه؟ لان خلص. ممكن هتقابل الفريق بيدافع يلعب على 0-0 ويوصل لركلات الترجيح ويكسب مثلا. اغلب عادل منستيري كسب الترجي التونسي لسه من يومين يعني برضو بنفس الفكره 1-1، حتى لو في خطا تحكيمي جاء لصالح الاتحاد المنستيري ولكن انتهت 1-1 وكسبوا بركلات الترجيح. فيعني المباريات اللي زي دي مباريات صعبه جدا. الحاجه الثانيه برضو ان انت بتقابل فريق كابتن عبد الحميد بسيوني طلائع الجيش في اخر ماتشين معانا، سواء مثلا في ماتش كاس مصر نهائي كاس مصر وصلنا 1-1 وكسبنا بركلات الترجيح، وماتش الدوري الاخير كان عامل فني مختلف طبعا، وماتش الدوري الاخير مع كابتن عبد الحميد بسيوني كان 0-0 عمل جيم تكتيكي دفاعي هايل يعني في المباراه دي. وبالتالي مباراه صعبه، ولكن تاريخ النادي الاهلي يعني النادي الاهلي بيتفوق على جميع انديه مصر بكره ان شاء الله باذن الله. يعني لما النادي الاهلي يفوز بالبطوله باذن الله هيبقى اللقب ال 12، احنا عندنا 11 لقب، هيساوي ضعف مجموع ما حصل عليه باقي الانديه. النادي الاهلي حصل على 11 لقب، نادي الزمالك 4، المقاولين 1، الحرس 1. النادي الاهلي هو الاكثر تتويج، توج ب 11 لقب من 14 مشاركه. النادي الاهلي لعب 14 مره، كسب 11 وخسر 3 من 17 مشاركه. يعني النادي الاهلي الاكثر مشاركه. النادي الاهلي كمان في اخر 3 قدامنا الارقام على الشاشه، ده سجل الابطال ان شاء الله باذن الله. باذن الله لما نفوز بكره باذن الله هنبقى 12 لقب باذن الله. يعني النادي الاهلي شارك في اخر 13 نسخه من السوبر على التوالي، وبكره المشاركه ال 14 على التوالي. ده دليل النادي الاهلي بيطلع يا لقب يا حامل لقب الدوري يا الكاس في اخر 13 سنه او 14 سنه. تمام كريم، خليني برضو اعرف تفاصيل فوز النادي الاهلي في اخر 11 سوبر. طبعا بنتكلم على مباراة يعني الالقاب كتيره جدا، وبنتكلم على مباريات اعتقد النادي الاهلي حسمها بشكل مهم، منها مثلا مباراه نادي الزمالك 3-2، دي كانت واحده من مباريات اعتقد اول مباراه لريني فايلر مع النادي الاهلي، دي واحده من مباريات يعني اعتقد مميزه جدا. اسبوع كان بقى له اسبوع بالظبط، لكن لو خدنا مثلا بمناسبه ان احنا المباراه دي مباراه المقاولين الاخرانيه الوديه ما اتذاعتش برده قبل مباراه السوبر امام الزمالك، كان في مباراه لأعتقد فرقه من النيجر وكنا بنلعبها وكنا سجلنا هذه المباراه وطلب فايلر ان هو ما يزعقش. امور هي سنديب. نعم. سنديب بطل النيجر. بتبقى امور تكتيكيه مهمه جدا، لكن لو خدنا يعني تاريخ او سجل مباراه السوبر، طبعا كان اول مباراه يعني اول مباراه النادي الاهلي كسبها للسوبر كانت نادي الزمالك 2002 2003، لما كان مدير فني برتغالي اوليفيرا، كانت اول مباراه له لما المباراه خلصت بالتعادل السلبي. بعد كده النادي الاهلي كسب مباراه الترجيح 2004 2005، النادي الاهلي في ملعب المقاولين العرب قدام انبي كسب بهدف الكابتن وائل جمعه في الوقت الاضافي بعد نهايه الوقت الاصلي بالتعادل 0-0. 2005 2006 برضو قدام انبي النادي الاهلي كسب 1-0 بهدف طبعا محمد ابو تريكه كان في الدقيقه 89، كان هدف برضو قاتل. 2006 2007 قدام النادي الاسماعيلي بعد التعادل 1-1 النادي الاهلي كسب ركله ترجيح 4-2، كان اعتقد كابتن شادي محمد جاب ركله الترجيح الحاسمه. 2007 2008 طبعا كانت مباراه قدام نادي الزمالك وانتهت 2-0 بهدفين احمد حسن طبعا وهدف اينو الشهير اللي كان فيرست تايم في الدقيقه 91. 2009 2010 كان فوز النادي الاهلي على حصل حدود 1-0، كان لحد ما مباراه انتقاميه شويه، كان حصل حدود كسب الكاس من النادي الاهلي برضه بركلات ترجيح.
ولو نروح للسنوات الاخرى نشوف في موسم 2011 2012 برضه الاهلي كسب نادي انبي ب 2-1 في مباراه اتلعبت في ملعب برج العرب، عبد الله السعيد ساعتها وجده جابوا الهدفين. 2013 2014 مباراه دراماتيكيه قدام نادي الزمالك في ركلات ترجيح، نادي الزمالك كان الاهلي ضيع ضربتين ترجيح ونادي الزمالك كان عنده اعتقد فرصتين، كوفي لما حطها فرصتين كوفي كان بيلعب في الزمالك بالظبط كان عنده فرصتين هو يحسم ركلات ترجيح لكن ضيعهم والنادي الاهلي كسب بركلات ترجيح. 2014 2015 برضو النادي الاهلي حسم الماتش السوبر على حساب نادي الزمالك في الامارات لما كسبنا 3-2 هدفين لعبد الله السعيد وهدف لمؤمن زكريا ربنا يشفيه ويعافيه. في موسم 2016 2017 طبعا النادي الاهلي كسب برضو النادي المصري في الامارات بهدف وليد ازارو طبعا بالخطا الحارس الشهير. والمباراه الاخيره 2017 2018 الماتش ده كنت بتكلم عليه من شويه 3-2 هدفين لجونيور اجاييه وهدف طبعا حسين الشحات بعد الترقيصه الشهيره لحمدي النقاس. طيب برضو خليني معاك يا كريم وقول لي برضو على الارقام عبد الحميد بسيوني في النادي الاهلي. طبعا كابتن عبد الحميد بسيوني يعني واحد من برضو المديرين الفنيين اللي اعتقد يعني عملوا اسم كويس قدام النادي الاهلي واخيرا كنا لسه ده احمد بنتكلم عن المباراه الاخيره وادارها تكتيكيا واعتقد اسلوب ما بيتغيرش. كابتن عبد الحميد بسيوني مع طلاع الجيش واجه يعني النادي الاهلي 3 مرات مع حرس الحدود 4 مرات. في طلاع الجيش النادي الاهلي فاز مرتين ومع لما كان هو مدير فني لنادي الحرس الاهلي كسب 3 اتعادل مع لما هو مدير فني طلاع الجيش النادي الاهلي اتعادل مع طلاع الجيش مره مع حرس الحدود ما فيش تعادلات. النادي الاهلي ما خسرش من الكابتن عبد الحميد بسيوني وهو مع طلاع الجيش لكن خسر منه هو مع حرس الحدود مره واحده. النادي الاهلي احرز في مرمى طلاع الجيش والكابتن عبد الحميد بسيوني مدير فني له 6 اهداف واحرز في حرس الحدود 9 اهداف واستقبل ولا هدف في طلاع الجيش ولكن استقبل هدفين من حرس الحدود. ولكن طبعا كلنا عارفين عقليه الكابتن عبد الحميد بسيوني زون ديفنس يلعب هجمة مرتدة كرات عرضيه كتيره وده اكيد اللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله لما نوصل للفقره التكتيكيه. ثابت عايز برضو 15 صفقه لسه كان كريم بيتكلم عن هذا الامر 15 صفقه لو تقدر تشرح لنا. في تغيير كامل في فرقه طلائع الجيش في خط الدفاع دعمه بمحمد علي الجويني، الخط النص هيبقى ثابت، الهجوم في تغيير جامد يعني هنبص على ال 15 صفقه اللي هم جابوهم. اول واحد محمد جابر عنده 30 سنه بيلعب جناح يمين وباك يمين جوكر جاي اعاره من النادي المصري. الثاني كزادي كاسينجو ده مهاجم افريقي اللي هو كان بيلعب في الوداد المغربي وجاي برده اعاره من النادي المصري مهاجم عنده 29 سنه. اللاعب الثالث وده تم قيده خلاص في القائمه عبد الرحمن شيكا اللي هو الجناح وبرده لاعب وسط عنده 22 سنه قادم اعاره. اغلب الصفقات اعاره من الانتاج الحربي. رامز مدحت ده لعيب صغير في السن 22 سنه بيلعب جناح جاي اعاره من وادي دجله. احمد عفيفي 28 سنه جناح برده جاي من الانتاج الحربي. محمد الصباحي وميدو جابر الاثنين تم قيدهم اجنحه. ليه؟ لان هم مشى من عندهم اجنحه سواء مثلا ناصر منسي مشى كان بيلعب جناح في الحته دي فاعتقد ان هو ممكن بكره يدفع على حسب الجاهزيه لان كان في كلام ان الاثنين مصابين. اللي هيبقى جاهز فيهم محمد الصباحي او ميدو جابر هو اللي هيشارك فيهم لان هم يعتبر اللعيبه البارزه. كريم عمير ده برضو لاعب جاي من فرنسا مصري كان محترف في فرنسا صانع العاب. بلال اليافي لاعب جاي من انجلترا لاعب مصري محترف برضو في الدوري الدرجه الثالثه في انجلترا. احمد عيد الباك اليمين بتاع نادي الزمالك. محمد علي الجويني وده معانا فيديو ليه برضو لانه ده بنسبه 100% هيبدا بكره. مدافع تونسي جاي من الصفاقسي هو اللي جاي يعوض غياب اسلام جمال واحمد علاء اللي هم راحوا النادي المصري. فغالبا بكره هيبدا بمحمد علي الجويني وجنبه خالد سطوحي الاثنين المساكين. فاحنا هنشوف شكل محمد علي الجويني هو عامل زي ايمن اشرف بيلعب باك ليفت وبيلعب مساك عنده الحتتين. محمد انور جاي من نادي الاتحاد برده مساك. هيثم الجويني وده مهاجم تونسي كان في المقاولين العرب فري. وعمر جابر دلوقتي وكريم الطيب اخر صفقتين النهارده. عمر جابر جاي اعاره من بيراميدز وكريم الطيب ده تم قيده برضو اعتقد ان هو هيبقى جاي من الجونه جاي من الجونه من بيراميدز هو من بيراميدز وتم اعارته وجي انتقل ليهم. وكريم الطيب عنده ميزه الهجمات المرتده لو شفنا الفيديو بتاع كل دول مقيدين يعني يقدر يلعب بيهم هو قيد 5 منهم النهارده الصبح يعني قيد ميدو جابر قيد محمد الصباحي قيد عبد الرحمن شيكا ادي كده 3 ومحمد علي الجويني الرابع وممكن بكره بقى يقيد الباقي يعني كذلك كاسيمو كل الناس دي مش موجوده في الاربعه بس هم اللي مقيدين محمد الصباحي وميدو جابر بالزبط. ومحمد علي الجويني والرابع عبد الرحمن شيكا
اوكي دول خلاص تم مقيدهم. الباقي ممكن بكره الصبح يعيدهم، غالبا عمر جابر هيتقيد، كريم الطيب برضه مقيد. اه طبعا عمر جابر مشكلته هو معاهم في المعسكر بقاله اعتقد 72 ساعه بس ما اتمرنش ولا تمرين، هي دي الازمه بالنسبه لعمر. فاعتقد يبقى صعب جدا، يعني صعب قوي ان احنا نشوف عمر جابر في حتى في تشكيل اساسي، لكن ممكن يبقى على الدكه. يعني طبعا عمر جابر ممكن على الدكه، ممكن يبدا بكريم الطيب. لا في اسماء اخرى برضه اللي هو جاي من المصري، محمد محمد علي الجويني برضو لعيب مهم جدا. لو نشوف شكله محمد علي الجويني عنده 27 سنه، لعيب كويس، لعيب ليدر من ورا، عنده بناء الهجمه كويس وبيكمل. يعني هو هو برضو رجع لهم حسين السيد يا كابتن، رجع لهم حسين السيد. فحسين السيد عنده منافسه ما بينه وما بين محمد ناصف في الجبهه اليسرى، وعندك محمد علي الجويني كمساك ايسر، فغالبا محمد علي الجويني هو اللي هيلعب مساك، وجنبه خالد سطوحي، وهيبقى ناحيه الشمال حسين السيد. ده الاقرب. لو شفنا الفيديو اللي معانا على محمد علي الجويني هنلاقيه برده لعيب كويس، لعب في الدوري التونسي. ادي قدامنا على الشاشه هو اللي بيقطع الكوره ده في مباراه قدام الترجي، احنا بس جايبينه نفرجه للناس بكره قبل ما يشوفوه. يعني يشوفوا طبيعه اللعب عامله ازاي، لعيب قوي بدنيا، بيلعب في الحتتين زي ما قلنا، بيلعب ظهير ايسر وبيلعب مساك، بيجيد التمرير الطولي برضه، بس انا شايفه عنده حته البطء. يعني هو بطيء، فطبعا لكن ده مش هيبان بكره البطء. ليه؟ لان هم هيلعبوا بالتاكيد دفاع منطقه، فدفاع المنطقه مش هيبين بطء المدافع. بس فده عيبه، لكن هو واضح ان هو قوي بدنيا وتحضير الهجمه كويس وبيلعب بيه القدم اليسرى. يعني حتى الان تم قيد خمس لاعبين، خمس لاعبين ويتبقى 10، يتبقى ممكن بكره يتأيدوا. فممكن يختلف تماما، وممكن في بعض اللعيبه ممكن ما يقعدوهاش. يعني مثلا بس هو ايد اللعيبه اللي هي عنده عجز في اماكنها، يعني ايد محمد علي الجويني عشان هيبدا بيه، ايد كريم الطيب لانه اصلا ما عندوش راس حربه في القايمه، فايد كريم الطيب ممكن بكره ايد كازيتي كاسونجو عشان يبقى مهاجم بديل. بالظبط. عنده ناصر منسي مشى وعمرو جمال مشى، فمحتاج اجنحه، راح مأيد ميدو جابر ومأيد محمد صباحي، فده الاقرب برضه ان احنا نشوفهم بكره. يعني احمد سمير بنسبه 100% هيبقى ناحيه اليمين، طب مين الجناح الثاني؟ ميدو جابر او محمد صباحي، هي دي. عشان كده هو ايدهم، فهو ايد بدري الاماكن اللي هي عنده نقص فيها. طيب خلينا نروح لكريم وارقام مباراه الاهلي والطلائع الاخيره. طبعا المباراه الاخيره مباراه الدوري، النادي طلائع قدر ان هو يعني ياخد فيها التعادل. في وجهه نظري كانت مباراه حاسمه في مساله المنافسه، واعتقد هي اللي قضت على منافسة النادي الأهلي اللي علقه في الأسابيع الأخيرة. بعيداً تاني عشان لازم أنا أقول عن الهدف، بعيداً عن الهدف غير المحتسب، واللي إن شاء الله بإذن الله نشوف موسم ليه. طبعاً لازم أبارك للكابتن عصام فتاح رئاسته للجنة الحكام، وبدل من الكابتن وجيه أحمد. طبعاً على المستوى الشخصي بحترمه جدا، لكن على مستوى البيزنس او المستوى العملي ممكن نختلف اختلافات كتيره. الارقام، النادي الاهلي وطلائع الجيش في نهايه الدوري السنه اللي فاتت، الاستحواذ طبعا كان طبيعي يبقى للنادي الاهلي 68%، 32% طلائع الجيش، لكن احنا ما قدرناش نستغل الاستحواذ ده الاستغلال الامثل اللي خلانا نكسب. تمريرات طبعا طبيعه لاعب بيتسو موسيماني كابتن اسلام، باصين كتير 515 باص مقابل 195 لطلائع الجيش، طبعا في فجوه كبيره جدا. التمريرات الطوليه دي واحده من النقط اللي بنلاقيها مرتفعه شويه عندنا، بعرف ان احنا حلولنا قلت. ده الرقم ده مهم جدا طبعا، يعني الرقم ده ان النادي الاهلي يعمل 44 تمريره طوليه كتير. ده بياكد ان احنا كنا يعني عاجزين تكتيكيا شويه. بص يا احمد كمان بقى ايه، يعني تلاقيه قريب من طلائع الجيش. وده مش لعبنا. الله اكبر عليك، برافو عليك. ده مش لعبنا بالزبط. يعني فهي الفكره ان هم يعملوا 44 تمريره طوليه، ده رقم بياكد ان هو كان بيلعب جيم دفاعي وقف وعامل وبيضغط في وسط الملعب صح، وانت عمال بتعمل تمرير طولي مش عارف تخترق، وانت مش عارف تخترق، وهو مرتاح لكده. طبعا يعني هو مرتاح، انت عمال بتديله تمريرات طوليه صح. والمدافعين ايه بيقطعوه، وكمان ياثر عندك بقى في حته ايه الرقم اللي بعديه بقى. احنا كمان مع ده، مع اسلوب اللعب بتاع بيتسو موسيماني، ما ينفعش نعمل 40 كره عرضيه كتير قوي. ده طبعا دول هتلاقي كابتن اسلام 25 مثلا، لا واستنى يا احمد، 25 مثلا منهم هتلاقيهم اتعملوا في اخر ثلاث ساعة. لان انت خلاص الوقت بيجري منك وانت عايز تجري بسرعه عشان تقدر تحقق الهدف. فهي كلها بعض الارقام او بتدينا مدلول الماتش كان ماشي ازاي. محاولات على المرمى 16 محاوله للنادي الاهلي، رقم كبير ما قدرناش نستغله. خمسه بس لطلائع الجيش. المحاولات الصحيحه من ال 16 كانوا سته بس واربعه لطلائع الجيش. نسبه دقه المحاولات طبعا بالنسبه للنسبه والتناسب بالارقام اللي احنا قلناها دي 37% بس للنادي الاهلي، 80% للنادي طلائع الجيش. عمل خمس محاولات منهم اربعه على المرمى، وبالتالي ده يناسب
اسلوب اللعب اللي هم بيلعبوا بيه، واعتقد ده برضو نفس السيناريو يا كابتن اسلام اللي احنا هنشوفه بكره. هل من المتوقع ان كابتن باسيوني يغير يا احمد؟ لا لا، صعب جدا، صعب ان هو ما حتى مع تغيير بعض اللاعبين. هو انت من مذاكرتنا الكابتن عبد الحميد باسيوني او لمعرفتنا لاسلوب لعبه، بالتاكيد هو اسلوب لعبه مان تو مان، ده هو حتى بيحفظ اللعيبه كده في المحاضره مان تو مان، اللي هو ايه، انا هلعب زون ديفنس وهتلاقي عامل رقابه على قفشه لو بدا يعني كاساسي كصانع الالعاب، ورقابه على الاثنين الارتكاز، وده اللي هنشرحه في الفقره الفنيه. هتلاقي ان في دايما مثلث في وسط الملعب هو بيعمل رقابه المان تو مان، بيزهقك. وبالتالي احنا لما شفنا في الارقام احنا عاملين 44 تمريره طوليه في الماتش، ده رقم كبير يعني 44، ده دليل ايه؟ ان هو قافل لك، مخلي الكره عند ياسر ابراهيم وايمن اشرف ورا، فعمالين يعملوا تمرير طولي. ليه؟ لان هو عامل كماشه في وسط الملعب، بيعمل ستاره دفاعيه بشكل كويس جدا، فمخليك ان انت عمال تطير الكره وخلاص، وهم عنده المدافعين طوال القامه، فالعمليه تحولت الى بالونه، عمال بتعمل بالونات بالونات بالونات. طب ده حله ايه؟ حلو ان انت لازم تتحرك بدون كوره بشكل كويس جدا، لازم عشان تفك التكتل ده لازم تتحرك بدون كوره، لازم صانع الالعاب ينزل لتحت، لازم الاثنين الارتكاز واحد فيهم ينزل ما بين قلبين الدفاع عشان اسحب معايا الايه اللي ماسكني مان تو مان، افضي المساحه في ظهره. لكن انا طول ما انا في حضنه خلاص هفضل اعمل بالونه ومسهل عليه الدنيا. طيب هنكمل كلامنا ونشوف اهم نقاط الضعف واهم نقاط القوه اللي موجوده في فريق طلائع الجيش، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. قبل ما نتكلم عن نقاط الضعف والقوه خليها في الاخر احسن مع الفيديوهات علشان تبقى واضحه للجميع من خلال الفيديوهات اللي حضراتكم هتعملوها. عايزين نتكلم عن الراحلون عن فريق طلائع الجيش. انا هسيب الراحلون عن طلائع الجيش كابتن اسلام لاحمد. انا كنت حابب اكمل كلام احمد قبل الفاصل في نقطه مهمه. الكوره يا كابتن هي مش كلها تاكتكس، يعني طبعا المدير الفني والجهاز الفني ومحللين الاداء اللي معاه بيعملوا الشغل بتاعهم، واللي في وجهه نظري بتكلم على الدوري المحلي، يعني موسيماني على مستوى افريقيا قدر يقدم لنا نسخه حلوه من النادي الاهلي، استغل فيها اسم النادي الاهلي واستغل فيها تاكتكس واستغل فيها حاجات كثيره، وقدرنا الحمد لله ان احنا ناخد بطولتين ورا بعض، اعتمادا ان برضو الفرق بره ما بتلعبناش كل شويه، ما يعرفوش ادق التفاصيل عندنا. في المحلي لا، المحلي ده مش ابليكابل. في الدوري المحلي الناس كلها عارفه بعض، واللعيبه دي المجموعه اللي في الملعب حتى لما بينطقوا من النادي الاخر هم عارفين لعيبه النادي الاهلي، هم لعبوهم كتير قوي. فواحده من النقط المهمه جدا اللي انا اتمنى ان شاء الله باذن واحد احد مع بدايه الموسم الجديد بكره نشوفها في شكل النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني، ان احنا النهارده بنفرض شخصيتنا على المباراه. احنا بنتعلم ان احنا مثلا ممكن في الدور الثاني السنه اللي فاتت في بعض الاحيان لما كنا بنتقدم بهدف نبدا نحسب حسابات زايده شويه، وبالتالي كنا بندي المنافس خلينا نتكلم بواقعيه اللي هو خط الوسط الثالث اللي كان بينزله على طول. بالظبط. لا احنا عايزين نفرض شخصيتنا اكتر، تهاجم اكتر، جبت هدف هات الثاني، جبت الثاني هات الثالث. ده مهم جدا، خصوصا طبعا مع احنا عملنا الحمد لله تدعيمات كبيره جدا، واكيد بيتسو موسيماني اعتقد من المدربين الفنيين اللي بيحبوا يدخلوا اللاعبين الجدد تدريجيا، ما بيحبش فجاه يروح مغير الشكل وقالب الدنيا كلها. لكن مهم هو بيعمل الجزء التاكتكس بتاعه والجزء الفني، لا في جزء اداري وجزء شخصيه الفريق محليا، ان انا لازم اقنع الدنيا كلها فعلا ان انا نازل اكسب، مش هكسب واحد بس، لا انا هكسب واحد واثنين وثلاثه، لان انا معايا ان انا قادر ان انا اجيب جون واثنين وثلاثه اجيب. بالظبط، هو ده اللي بيكسبك كده. ولكن انا عاجبني جدا الكلمه اللي هو قالها بعد نهايه ماتش الجون، لما قال انا فعلا عرفت ان الاسلوب بتاعي كان فيه بعض الاخطاء وانا متحمل المسؤوليه، وهندرس ده عشان نتفادى الاخطاء مع بدايه الموسم. عندك حق في النقطه دي، هو كان عنده حق او عندنا حق في نقطه تانية، ان هو كان الفريق بيتعرض لاجهاد كبير جدا جدا طبعا. جدا، وبالتالي حتى لما جينا نحسب مع حضراتكم الاهداف اللي دخلت النادي الاهلي في الفتره اللي فيها كل يومين ثلاثه ماتش دي، نعم، دايما كنا بنتكلم على ان الاهداف اللي بتخش النادي الاهلي ربع ساعه الاخيره، في الربع ساعه الاخيره، وده قله تركيز مع تعب مع 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 صحيح. اجهاد مع توالي مباريات، مع ان احنا عندنا اخطاء فنيه برضه، عشان ما اقولكش انت مش عارف ايه، عندنا اخطاء فنيه وعندنا مدير فني عنده اخطاء فنيه وعندنا كل حاجه اللي انت صحيح. عايز تقوله قوله ماشي، ولكن في نفس الوقت بجانب هذا الموضوع ايضا التركيز كان له دور كبير جدا بسبب توالي المباريات والاجهاد الكبير للاعبين. عايز برضو اتكلم على كابتن محمود الخطيب بصراحه، يعني هو مسافر مع الفرقه من يوم السبت. أيوة. من يوم السبت، والماتش امتى؟ الماتش يوم الثلاث. فبسم الله ما شاء الله، يعني دايما واقف ورا الفرقه، وده دور كبير لكابتن محمود الخطيب، يعني بصراحه سر من اسرار
السيطرة على الفرقة والشخصية والنجاح في الفترة الأخيرة، وجود كابتن محمود الخطيب اللي دايما ورا الفرقة يعني. الراجل مسافر من يوم السبت مع الفرقة، فحاجة بصراحة يعني ربنا يكرمها إن شاء الله، يكرمنا إن شاء الله بكرة وإن شاء الله تكمل على خير بإذن الله. عشان البداية مهمة برضه يا أحمد. البداية مهمة، البداية مهمة جدا. البداية لأي رياضي لو أنت النهاردة حطيته على تراك معين واللعيبة حست إن هي فعلا تقدر تعمل شكل معين، وقدرنا بإذن واحد أحد نعمل انطلاقة شبيهة لانطلاقتنا مع جوزيه 2004 2005، حضرتك طبعا تفتكر الموسم ده 17 انتصار على التوالي، برضو مع ريني فايلر حققنا 17 انتصار على التوالي، لو نقدر نحقق المعادله دي انت بعد كده بتحس ان الامور بقت اعتياديه ليك، وكمان المنافسين بقى بيبدا يقول لا احنا نازلين اللاعب ده من الاهلي، فلو خايف منك مثلا بنسبه 30% لا ينزل خايف اكتر 60% 70%، فبالتالي بيسهل لك مهمتك. عشان كده طبعا اعتقد الكابتن محمود الخطيب بيشتغل على الجزء النفسي من البدايه، واحساسه كمان بصعوبه الماتش طبعا. يعني الناس اللي بتتكلم المباراه لو سهله، لا طبعا الماتش صعب طبعا، دليل ان الراجل رايح من بدري. هو جمهور النادي الاهلي الحقيقه عارف ان المباراه ليست سهله، هو طبعًا. كل اللي بيحاول ان يقول هذه المعلومات هو بعض من اللي شجع النادي الاهلي رايحين لهذا الاتجاه علشان يعني يهبطك ويضللك ويوديك في اتجاه هو غير صحيح بالمره. كل اللعيبه مركزه، عشان اللي انا عارفه يعني عن المعسكر، احنا عندنا دايما كاميرا بتبقى موجوده هناك، الكاميرا او كل الناس اللي هناك بتقول لنا ان كل اللعيبه يعني حتى ما بيتكلموش كتير، مركزين في المباراه فقط، وان شاء الله ازاي يقدروا يسعدوا جمهور النادي الاهلي. على الجانب الاخر يا احمد، برضو مجموعه كبيره من اللاعبين مشيوا من طلائع الجيش. البعض بيعتقد ان انت لما تمشي عمرو جمال او لما يمشي عمرو جمال ويمشي ناصر منسي وبقيه اللاعبين اللي هنتكلم عنهم، هل ده يقلل من حظوظ الفريق؟ هو التغيير ممكن يعمل ايه لو انت دفعت كتير في بدايه موسم بلعيبه، تعمل ربكه شويه، خاصه ان مشى من عنده 8 لعيبه. أوكي. هو جاب 15 صفقه ومشى من عنده 8 لعيب. مين الاسماء اللي مشت؟ اسماء برده كانت مؤثره، يعني ناصر منسي ده انا بشوفه من واحد من احسن المهاجمين في مصر بصراحه. ناصر منسي، عمرو مرعي، عمرو جمال، مصطفى جمال، احمد علاء، اسلام جمال، ابراهيم كوني، عيلة جمال وابراهيم كوني طبعا مش عيلة ولا حاجة ابراهيم كوني وتوني جوميز، يعني 8 لعيبة مشهم من طلائع الجيش. منهم مين اساسي؟ 7-8 بيلعبوا يعني ناصر منسي اساسي، عمرو مرعي برضو من اللعيبة الاساسية، عمرو جمال، مصطفى جمال، واحمد علاء، واسلام جمال، ست اساسيين. حتى ابراهيم كوني كان له كان بينزل احتياطي. فانت بتتكلم في 6 لعيبة اساسية مشت، وفي لعيبة جت، اللي يعني ده برضو لما نروح للشاشة هنستعرض التشكيل المتوقع بتاعهم بكرة، هنلاقي ان في تغييرات ممكن في الخط الامامي وواحد في خط الدفاع بس. اوكي. لكن احمد علاء واسلام جمال بس هيدخل خالد سطوحي قديم يعني عنده، وعنده خالد سطوحي ومحمد علي الجويني، يبقى اتنين مثلا مساكين، فالتغيير هتبقى واحده بس. القدام الخط الامامي الاثنين اللي قدام هيتغيروا. يعني انت عندك بتتكلم ان ناصر منسي مشى كان اساسي، وعمرو جمال كان اساسي مشى، الاثنين اللي هو كان اصلا بيعتمد عليهم في التمرير الطولي والكره الثانيه والقوه البدنيه والضربات الثابته لما كنا اتكلمنا عليه في ليله مباراه الاهلي والجيش. فانت مشى من عنده نجوم، ولكن برضه اعتقد انه هيطبق نفس السيستم ونفس النظام. انت عقليه مدرب واحده، النظام واحد، بيجيب صفقات طبعا جديده، فده مع دماغه. وبرضه خط النص ثابت، يعني خط النص عنده ثابت. مهند لاشين مثلا كان في كلام ان هو رايح نادي الزمالك ما راحش قاعد. برضو فرانك يونجونجا، عمرو السيسي، الثلاثه اللي هم الاساسيين موجودين. وقوه وسط الملعب والثبات الموجود في وسط الملعب ده اعتقد ان هي هتديهم قوه، ولكن التغييرات الكتير اعتقد ان هي بهدف مبكر يفتح لنا المباراه باذن الله. يعني مجموعه من اللاعبين رحلت عن النادي الاهلي ايضا كريم. طبعا النادي الاهلي كان محتاج ان هو يعني يغير بعض المراكز خلال فتره الانتقالات الصيفيه، وخصوصا حتى يعني في احنا قلنا على مركزين الجناحين ومركز راس الحربه، كنا فعلا محتاجين بعض التغييرات اللي تدينا الحته الناقصه عندنا. ومنها ان اكبر، انا في وجهه نظري الشخصيه، اكتر حته النادي الاهلي افتقدها في اخر 5 أو 6 سنين هو الجناح السكيلر، الجناح اللي بيرقص في موقف واحد على واحد. حاولنا كتير للامانه مع احمد الشيخ، اعتقد في فوق يعني فرص تعدت الاربع فرص او الثلاث مواسم، وجه وقعد ما نفعش، رجع عاره مصر مقصه ونجح جدا وخد هداف دوري، استبشرنا خير، رجع تاني احمد الشيخ. حاولنا ان الحته دي دايما كانت النادي الاهلي فيها ازمه، دايما كانت اسلام الجناح، انت بتبقى عايز مثلا جناح زي مثلا لويس ميكيسون مثلا، احنا قلنا ان هو دريبلر بياخد الكوره ويجري، فما تنتظرش منه ان هو
يرقص كتير. قلنا بيرسي تاو هيدينا الحته ان شاء الله بتاعه السكيلر. عمار حمدي عنده عبد القادر، احمد عبد القادر ده واحد من اللعيبه طبعا ان شاء الله اتمنى باذن الله باذن الله هو يبقى مفاجاه النادي الاهلي في الحته دي السنه الجايه، بس ان شاء الله هو برده في نفس الوقت يعني يتعلم كتير قوي من البنانكا اللي حاول يعملها في ماتش بتروجيت. كل حاجه ليها وقتها، يعني الاول بس اثبت نفسك وعرف ان انت بتلعب بشكل جدي وكل شيء، وبعد كده نعمل البنانكا ونعمل الموزه ونعمل كل حاجه انت عايزها في ادنى مشكله. فانا شايف ان النادي الاهلي مثلا في مركز راس الحربه مروان محسن يعني قدم وقت معانا في بحلو ومره، وشكرنا مروان على الفتره هو قضاها. حسام حسن في وجهه نظري استبدل يعني حسام حسن ومروان محسن هو نفس الكاتيجوري، بس الكواليتي مختلف. حسام حسن لعيب اصغر سنا، اكثر حركيه، قوي بدنيا، بينزل بره منطقه الجزاء كتير، فهو ده التغيير السليم بيعرفك ان في حد غير بناء على نظام وسيستم. انا النهارده عايز مهاجم محطه، لازم يكون عندي مهاجم محطه، لان انا عندي محمد شريف وعندي صلاح محسن بيدوني المهاجم السريع اللي بيلعب ما بين الاثنين مساكين او بين المساك والفول باك. طب انا عايز محطه، حسام حسن في وجهه نظري كان افضل خيار للنادي الاهلي في الحته دي، ان هو يبقى بديل للكاتيجوري بتاع مروان محسن بسرعه وبخفه وكمان بكواليتي اعلى. وطبعا بقيه الصفقات اللي جبناها الحمد لله على الجناحات زي ما قلت عندنا بيرسي تاو ان شاء الله عبد القادر وعمار حمدي يدونا حته السكيلز اللي كنا منتظرينها من احمد الشيخ، وباذن الله يدوها لنا ان شاء الله. لويس ميكيسون يدينا السرعه. على فكره انا يعني انا مختلف معاك في النقطه دي تحديدا في لويس ميكيسوني، لانه انا بشوف ان هو لعيب حريف، بس ما تقدرش تقول ان هو حريف زي بيرسي تاو. لا ما حريف جدا تاو. نعم؟ في الماتش الودي كان حريف جدا ميكيسوني، يعني في الحل الفردي مهاري جدا. ما انا اعتقد برضه عوده محمد محمود ليها دور مهم جدا طبعًا. في في الجزء السكيلز ده او في الجزء المهاري ده شويه، لانه محمد من اللعيبه اصحاب الشخصيه. نعم. وفي نفس الوقت عنده المهاره، بس محمد بيلعب في قلب الملعب. في قلب الملعب مش على الاطراف. بتكلم على ان انت ساعات بتتحط في موقف واحد على واحد. بس في قائمه اللي هي المراوغات الناجحه في الدوري المصري الاكثر مراوغات ناجحه عندنا اثنين منهم، احمد حمدي، احمد عبد القادر رقم 4 على الدوري المصري السنه. نعم. اللي فاتت، وعمار حمدي رقم 6. بس خلي بالك فانت رجعت اثنين. نعم. من الاكثر مراوغات ناجحه. صح، بس في الاستاتس والاحصائيات. انا بحسب المراوغه الناجحه، انا لو انت مثلا مدافع قدامي ماشي. وانا قدامك وخدت الكوره وزقتها وعديت منك بحسبها مناجحه. دي على حسب على حسب الامكانيات اللاعب، يعني في لاعب بيرقص بوسطه مثلا كده، وفي لاعب بيطول الكره ويجي. احنا نقصد نسخه جديده من وليد صلاح الدين، نقصد نسخه احمد عبد القادر ومحمد محمود. دول لعيبه مهاريه قوي بترقص، اللي هي زي نوعيه ابو تريكه اللي هو بيرقص بوسطه، لكن في لعيب زي بيطول الكوره ويجري، فبتتحسب له مراوغه ناجحه، نوع من السرعه زي ميكوسوني. وانت عندك التنوع، يعني التنوع انت بس ميكوسوني انت فاكره في مباراه سيمبا اللي احنا كان رقص حمدي فتحي ورقص سليم يا احمد، ما هو بيرقص طبعا وممكن يعدي، لكن انا بتكلم في حته ايه؟ ان انت عندك ساعات محتاج في موقف واحد على واحد. عايز بس مثلا لو نفتكر نسخه رمضان صبحي مع مارتن يول. نسخه رمضان صبحي مع مارتن يول، بس رمضان صبحي ما بيجيبش جوان. لا لا دلوقتي خلاص بقى مع فايلر بقى بيجيب. لا دلوقتي رمضان صبحي بعد ما راح انجلترا وزود الكتله العضليه في جسمه ما بقاش يقدر يرقص، بقى بيعمل ايه؟ بيزق الكوره ويجري. صح، خلاص ما بقاش عضلات رجله ما بقاش فيها المرونه زي زمان. فانا عايز دايما يبقى النادي الاهلي فيه التو اوبشن، عندي لويس ميكيسون وعندي حسين الشحات وحتى طاهر محمد طاهر اللعيبه اللي ممكن دريبلرز ويجروا، وعندي لويس وعندي بيرسي تاو وعمار حمدي وعبد القادر، ساعات بحتاج ان انا اتحط في موقف واحد على واحد فهوب ارقص ترقيصه واقدر اعمل انفراد او العب الكوره زي زمان لما كان كابتن سيد معوض وكابتن اسلام الشاطر. لا دي كانت ايام فين الايام دي، عايز ارجع العب تاني. بس يلا عموما هنكمل كلامنا وهنروح بقى لمراجعه الامتحان، هنشوف مراجعه الامتحان من خلال الشاشه والتكتيك والشغل الفني من خلال شاشه دائما البيت الكبير. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم اكثر على هذه المباراة وعلى التكتيك اللي بيلعب بيه طلائع الجيش والأهلي من خلال الشاشة اللي دايما بيعرض عليها أو بيشرح من خلالها كريم سعيد وأحمد ثابت رؤيتهم لمباراة بكرة. بعد هذا الفاصل نشوف هذا الكلام. أهلا
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نبدا بك يا احمد بالتشكيل المتوقع غدا لفريق طلائع الجيش. هنتكلم طبعا بالصفقات الجديده اللي جت، فالتشكيل المتوقع لفرقه طلائع الجيش. يعني بقى اسالني الصفقات اللي جت وتايدت. اللي جت وتايدت واللي ممكن برضو يعني تبقى بكره. طبعا هو طريقه اللعب واحده زي ما اتكلمنا وقلنا، اللي هي 4-3-2-1. تمام. في حراسه المرمى الاول، في حراسه المرمى محمد بسام. تمام. الاربعه المساكين المدافعين يعني، اول حاجه الباك رايت حسن مجدي، طبعا عشان في عمر جابر وكده، بس حسن مجدي اللي ماشي معاه في الفتره الاخيره. أوكي. هو اللي بيلعب المباريات دي وماشي بشكل كويس، فهو الاقرب. الاثنين المساكين خالد سطوحي ومحمد علي الجويني اللي هو المدافع التونسي القادم من الصفاقسي اللي بيلعب بالقدم اليسرى. تمام. الباك الشمال حسين السيد وممكن محمد ناصف، بس حسين السيد عودته اعتقد ان هي هتديهم قوه اكتر، خاصه على مستوى اللياقه البدنيه اكتر من محمد ناصف. تمام. الثلاثه الارتكاز مهند لاشين هو اللي بيلعب دور الليبرو دايما، هو اللي بيبقى قدام الاثنين المساكين، فرانكو انجونجا ناحيه اليمين وعماد السيسي ناحيه الشمال. ادي منظر الثلاثه، نركز مع المنظر اللي هو المثلث اللي في وسط الملعب ده. بس كده يبقى 4-3 مش 4-2. 4-3-2-1. 4-3-2-1. الاجنحه ميدو جابر احمد سمير ناحيه اليمين وميدو جابر ناحيه الشمال، وطبعا بيبدلوا الاماكن، وقدام كريم الطيب او كزادي كاسونجو، بس الاقرب كريم الطيب لان هو تايد وهو اللي عنده حته السرعات اكتر. أوكي. مع اسلوب لعب كابتن عبد الحميد بسيوني ان هو دايما بيضيق المساحات، بيلعب اولا دفاع منطقه. بيستخدم اسلوب الضغط في وسط الملعب، ما بيضغطش عالي خالص، بيضغط دايما في وسط الملعب على لاعبي النادي الاهلي، وبيلعب على الهجمات المرتده اللي هنتكلم عليها دلوقتي من خلال السرعات الموجوده. احمد سمير اللي دايما لو اتكلمنا عليه، احمد سمير هنلاقي ان هو دايما بيقطع ليه العمق دايما عشان يشوط، وميدو جابر هيبقى على الطرف. ميدو جابر دايما بيبقى على الطرف عشان يعمل العرضيات، او عبد الرحمن شيكا. عبد الرحمن شيكا برضو لو بدا بعبد الرحمن شيكا هيبقى عبد الرحمن شيكا بيرجع اكتر ليه ورا، يعني عبد الرحمن شيكا بيعمل رباعي في وسط الملعب عشان يعمل كثافه اكتر في وسط الملعب. طيب لو لا قدر الله النتيجه فضلت 0-0، هتلاقيه دافع بمدافع ثالث اللي هو مصطفى الزناري، يخش معاهم طبعا كمدافع خامس ليبرو زي ما عمل في مباراه الدوري، وتتحول الطريقه ل 5-4-1. اوكي. فده السيناريو اللي اعتقد الاقرب بكره لكابتن عبد الحميد بسيوني، اللي هي طريقه دفاع المنطقه والضغط في وسط الملعب. تمام. اتفضل يا كريم. طيب. تمام. احنا الفيديوهات بقى يا كابتن اسلام ممكن توضح لنا شكل نادي طلائع الجيش، كيف يبدا طلائع الجيش الهجمه؟ بالظبط. بيقول الهجمه عند نادي طلائع الجيش، وقلت لك انا مؤمن تماما الكابتن عبد الحميد بسيوني حتى ايفن لو معاه صفقات جديده عندها نزعه هجوميه، هو مع طريقه لعبه كده ما عندوش الوقت الكافي ان هو يغيره. فنبص على بنى الهجمه عند نادي طلائع الجيش من اخر مباراه كنا بنشوفها مع النادي الاهلي في الدور الثاني، ونشوف نادي طلائع الجيش كان بيعمل. نادي طلائع الجيش معظم كرات، لما كنا بنتكلم واحنا في قاعدين في الفقره الاولى على الكرات الطوليه، ودايما هنا عندنا طبعا عندنا فكره محطه اللعب، ازاي النهارده تحط مهاجم كرة طولية تتلعب لمهاجم ينزل الكرة عشان تلاقي على طول زميله باصص له، ازاي النهارده اقف هنا عشان اخد الكرة التانية. فالاول لعب عند نادي طلائع الجيش ازاي النهارده العب الكرة الطولية لمحطة لعب وينزل الكرة، وابدا اتخانق مع خط وسط النادي الاهلي على السكند بول او الكرة التانية، ومنها انا هنا. كل ده فين بيحصل؟ في نص ملعب الاهلي طبعا. وهنا انا بوفر على الطويلة، الكرة الطويلة بتروح لنص ملعب الاهلي، هو ده اللي دايما بيعمله كابتن بالظبط. وهنا انا بوفر على نفسي كم تمريرات هائل عشان اوصل لنص ملعب النادي الاهلي. وهنا في غلطة احنا ممكن نعملها، ايه هي؟ ان احنا لما بنضغط بلعيبة كتيرة في الكرات العالية، والمجرد بس انا عندي حماس ان اطلع شايف كرة عالية جاية فاطلع وخلاص من غير ما ابص، بسيب ورايا مساحه فاضيه زي ما شفنا هنا عمرو جمال كان في ما يشبه هجمه خطره بسبب الكره الثانيه. الكره الثانيه لما اتاخدت من النادي الاهلي قدر طلائع الجيش يعمل ما يشبه الهجمه الخطيره على مرمى النادي الاهلي لولا التدخل السريع لمنعها. ولكن نادي طلائع الجيش بقى لما الكره تحولت لكره على الارض ما قدروش يعملوا بيها حاجه، وبيلعبوا على طول الكرات الطوليه عشان مجرد ما يتخلص منها. يعني تاني هنشوفها بتتكرر كتير جدا، دي هجمه مع النادي الاهلي. نادي طلائع الجيش بيخطف الكوره، عنده مساحه انه يلعب كوره على الارض، هيلعب تمريره تمريرتين، مع ان هنا بص يا كابتن اسلام
في مساحه كبيره جدا جدا في وسط الملعب. لو بنتكلم على فريق بيلعب بوزيشن جيم او لعبه استحواذ، على طول لازم العب التمريره للاعب الفاضي ده. بص لعيب فاضي جدا، لكن هنا اللعيبه ذهنيا ده مش اسلوب لعبهم. هم بيبصوا وانا بلاعب النادي الاهلي او حتى بلاعب النادي الزمالك او النادي بيراميدز، انا عايز اتخلص من الكوره لزميل، لكن ما عنديش سيستم لعب. لو كملنا الهجمه ونشوف الهجمه هتنتهي لايه، اللعيب هيفضل يلف ويدور يلف ويدور ويضيع مساحه التمرير ليه، واخر على نفسه الهجمه، ونقعد نلف بالكوره لغايه في الاخر خالص لما نتحول نلعب الكوره الطوليه اللي بتتخطف بسهوله جدا. ده الشكل اللي احنا شايفينه، ده فرقه ما عندهاش سيستم لعب في الهجوم، ولكن هي كل اللي عايز تعمله انها توصل الكوره لنص ملعب النادي الاهلي في اقل عدد من التمريرات، وبرده بقيه الحالات هتبقى شبيهه للحالات اللي انا شرحتها من شويه. تنظيم الدفاعي، الشكل بقى الدفاعي، الجيش بيدافعوا ازاي، وده اللي هيبقى معانا يعني بكره بنسبه كبيره، هيبقى طول المباراه ازاي هم بيدافعوا دفاع المنطقه بتاعهم، وازاي بيعمل ضغط في وسط الملعب. لو بدانا اول حاجه الكره هنا مع ياسر ابراهيم اهو. بص حضرتك، اولا زي ما قلت لحضرتك ايه المشكله كلها، ان احنا عاملين هو كابتن عبد الحميد بسيوني بيلعب بطريقه المان تو مان، شايف اليو ديانج معاه واحد وحمدي فتحي اللي جنبه معاه واحد وقفشه معاه واحد، فالكوره هو سايبك تحضر تعمل الكوره اللي هي ايه البالونه اللي احنا كنا بنقول عليها اللي هي وصلت ل 44 تمريره طوليه. طب انا الكوره دي بكره هتتكرر كتير جدا، طب انا ايه الحل؟ ما انا لازم استفاد من خطأ اللي انا وقعت فيه في مباراه الدوري. الحل ادي الكوره اهي مع ياسر ابراهيم، لازم واحد من الاثنين يسقط، سواء اليو ديانج او حمدي فتحي او قفشه اللي هو اللي قدام، يعني اللي هم الثلاثه اللي في وسط الملعب، لازم اسقط استلم، ما سيبش اللعيب اللي هو ياسر ابراهيم او بنون او ايمن اشرف هو اللي يبني الهجمه تمرير طولي، لان هم مدافعينهم طوال القامه وانت كده بتريحه. هو عامل لك الكماشه في وسط الملعب، دي طريقه المان تو مان اللي هي بتاعه كابتن عبد الحميد بسيوني. لو كملنا الفيديو هتتضح اكتر اهي، ادي برضو ادي الثلاثه اللي في وسط الملعب، دي طريقه الكماشه اللي بقول لحضرتك عليها اهي، الثلاثه في وسط الملعب مضغوطين، فلازم واحد فيهم ينزل عشان يستلم، او المدافع يزيد بالكوره، هو اللي يزيد بالكوره وبالتالي يفضي مساحه لزمايله. ولكن انا ما ينفعش ان انا ابقى عندي ضغط في وسط الملعب بالشكل ده واقوم عامل التمرير الطولي وتوصل ل 44 تمريره طوليه، يبقى هو كده نجح في ان هو يحول اسلوب لعب النادي الاهلي من لعب الاستحواذ للعب اللي هو اسلوب اللعب المباشر اللي هو التمرير الطولي. أوكي. يبقى هو نجح ان هو يغير لك فكره. تمام، ده طبعا ده ادي هجمه برده من النادي الاهلي نفس الكلام، اتحولت طبعا وتشوت، دي يعني ده نتيجه ايه، نتيجه الضغط اللي في وسط الملعب. تعالى برده نشوف الهجمه هنا، ادي برده تحضير الهجمه بتاعنا، نوقف نكمل. بص ادي حضرتك الضغط اللي في وسط الملعب، هنا اللعيب حمدي فتحي بيحاول يرجع لورا عشان برضو يفضي مساحه، ولكن طبعا في مساحات كبيره كان ممكن يباظي للي جنبه، ولكن برضو نفس الفكر اللي هو التمرير الطولي، هو عايز يخليك تخرج من لعبك بدل ما انت بتلعب لعب اسلوب لعب استحواذ، لا هو بيضغط في وسط الملعب عشان يخليك تعمل تمرير طولي. هو نجح ده في مباراه الدوري، فانا لازم بكره الاقي حل للموضوع ده، لان الموضوع ده هيتكرر، ده اسلوب كابتن عبد الحميد بسيوني. الحل ايه؟ انا واجهته خلاص كموسيماني، واجهته وعرفت ان هو بيعمل كده، لازم الاقي حلول للموضوع ده، ان انا انزل واحد من الاثنين الارتكاز ينزل يسقط ما بين الاثنين المساكين، يا اما اخلي واحد من المساكين لو كورته حلوه زي ايمن او بدر بنون يقدر يعمل عمليه الزياده في وسط الملعب، او قفشه اللي هو صانع الالعاب او اي حد بدا كصانع العاب يقدر ينزل يسقط يستلم ويفضي مساحات لزمايله. ادي الكوره اهي، ادي الضغط اللي في وسط الملعب اتلعبت علينا. هنا رامي ربيعه قرر ان هو يعمل عمليه الزياده، لما اتزنقنا بقى خلاص رامي ربيعه قرر ان هو يعمل الزياده، وبالتالي ما كانش متراقب، ودي حل برده من الحلول لفك التكتل. بس في الاخر عمل الكره الطويله برده. فدي برده دي مشكله، ان احنا حته التمريرات الطوليه عايزين نقللها بكره على قد ما نقدر، ان احنا نحاول نلاقي حل للموضوع ده، زي ما قلت لحضرتك ان لازم قفشه ينزل او حمدي فتحي او السليه يسقط، بلاش حكايه التمريرات الطوليه الكتير مع الضغط في وسط الملعب اللي هو عامله. فده طبعا هو زي ما احنا شايفين الدفاع المنطقه، واتكلمنا وقلنا ان هو بيلعب ضغط في وسط الملعب وعامل دفاع منطقه. بص هنا كام ده في اخر المباراه، 1 2 3 4 5، حول طريقه اللعب من 4 3 2 1 ل5 ورا، لخمس مدافعين ورا، فده اللي هو لما قلنا بكره هينزل مصطفى الزناري لو ما بداش، يعني لو بدا مصطفى الزناري وجنبه محمد علي الجويني هينزل واحد ثالث، واحد ثالث اللي هو خالد سطوحي مثلا، يبقى ثلاثه مساكين، ده لو النتيجه فضلت لا قدر الله مستمره ل 0-0. ف
فده يعني ده الاسلوب والتنظيم الدفاعي بتاع كابتن عبد الحميد بسيوني، اللي هو انا هلعب 4-3-2-1 دفاع منطقه، هعمل لك ضغط في وسط الملعب، وهخلي النادي الاهلي اسلوب لعبه اللي هو مشهور بالاستحواذ هخليك تلعب لعب مباشر ولعب عشوائي اللي هو التمريرات الطوليه. تمام، ننتقل الى العرضيات. فريق طلائع الجيش، نعم، الشكل الهجومي اللي الكابتن نادي طلائع الجيش يا كابتن اسلام، العرضيات نادي طلائع الجيش لما نكمل كلامنا احنا قلناه في بناء اللعب، هنبدا نشوف ان الفرقه ما عندهاش اسلوب للهجوم غير ان هي توصل لمرمى النادي الاهلي عن طريق الكرات العرضيه. نبص على 90 دقيقه نادي طلائع الجيش لعبها قدام النادي الاهلي ونشوف عقليه الفرقه. رمي التماس بتتلعب على طول، بترجع للخط وهوب ترمي على طول الكره العرضيه، رغم ان احنا لو رجعت اللعبه واحد اللي واقف في نص، واحد بس اللي واقف داخل منطقه الجزاء. ف انا كلاعب بشوف الشكل اللي عندي داخل الملعب، ببدا اقول ان انا النهارده ما عنديش غير زميل واحد بس داخل منطقه الجزاء، يبقى صعب جدا العب الكره دي. فالطبيعي ان انا اعمل ايه؟ اخد الكره وارجعها لنص الملعب وابدا ابني اللعب تاني. لكن عقليه الفرقه على طول متجهه نحو الكرات العرضيه. نبص تاني، دي الفريق بيبني هجمه من نص ملعبه، الكره بتتلعب على الطرف بتتفضى المساحه، ودي هنا بقى نقطه خطيره جدا لازم نخلي بالنا منها. وانت بتلاعب فريق، عنده مساحة على الطرف، لازم نخلي بالنا احنا ما نسيبش المساحة دي خالص على الجنب. المساحة دي ما ينفعش تساب. ليه؟ لان طبيعي جدا ان هي طلائع الجيش زي ما شفنا حتى مباراة التاج الحربي، الفرق دي على طول هتتجه لطرف الملعب عشان تلعب الكرات العرضية. في هجمة لأحمد سمير كان فيها خطورة كبيرة جدا، واحمد سمير كان ممكن فعلا يخش زي ما احمد سابق كان بيتكلم فيه واحنا في الفقرة الأولى، ان انا ممكن اخش على قلب الملعب، لكن هو فضل ان هو يروح مسك الكرة دي. ايه اللي عليه هنا من احمد سمير؟ هعمل ايه؟ هبدا الف وادور عشان اوصل للتارجت بتاعي اللي احنا متفقين عليه في التمرين، ان انا العب الكرات العرضية. لان طلائع الجيش ما عندوش اي مساحة خالص انه يخش لقلب الملعب يلعب 1 2 بلاي ميكر، ينزل يلعب ثرو باس، كل الكلام ده مش موجود. وبالتالي احنا ساعات يا كابتن اسلام بندفع ثمن اللعب بسيط. بص مثلا دي حاجه مرتده اهو، بص احمد سمير هيعمل ايه؟ احمد سمير في اللعبه دي في وجهه نظري لو هنا اهو كان فكر بس يخش ان هو بدل ما يمشي ياخد لجوه الطرف كده اهو، يتجه وياخد قرار هنا اهو ويعمل ال1 2 مع زميله، كان اعتقد الشكل هيبقى افضل بكتير من الشكل اللي احنا الهجمه انتهت بيه. ليه؟ انت افقدت الهجمه خطورتها لان انت رحت على الطرف اللي انت متسيستم على كده اهو. نبص الهجمه انتهت عامله ازاي، الهجمه كان فيها بعض الخطوره، حتى ديان كان بيشاور لزمايله ان هم يمسكوا عمرو جمال. احمد سمير راح للطرف ان هو عايز يعمل دي، هو عايز يسيب الوقت لمنسي وعمرو جمال يخونوا منطقه الجزاء عشان ارملهم الكرات العرضيه. وبالتالي الدرس المستفاد من اللي احنا بنقوله ده، احنا شفنا الكلام ده في ماتش الدوري، شفناه في ماتش الكاس. وتفتكر هدف التعادل لنادي طلائع الجيش لما كان كابتن طارق العشري مدير فني جه من كره عرضيه حتى ايفن لو كانت من ضربه ركنيه، ان احنا لازم نخلي بالنا المساحه اللي على الطرف، اللاعب ما يرفعش الكروس وهو مرتاح، دي مستحيل ما ينفعش تحصل. وتاني حاجه، اذا لا قدر الله الكروس اتلعب لازم اكون عندي زياده عدديه داخل منطقه الجزاء عن عدد مهاجمين نادي طلائع الجيش. طيب، اخيرا سياسه الضغط لفريق طلائع الجيش والهجمات المرتده. الهجمه المرتده، لو شفنا شكل الهجمه المرتده بتاع فريق طلائع الجيش، بص ادي الكره هنا مع النادي الاهلي بيعملوا الايه؟ الضغط في وسط الملعب. ايوه اهو، ادي الضغط في وسط الملعب، قطعوا الكوره زي ما احنا قلنا، هم دايما سياسه الضغط في وسط الملعب، واحد دايما بيطير من على الطرف اهو، دايما طاير على الطرف، شوف هو كان بادئ منين وجه وقف فين. تمام تمام، بتتلعب له وبيطير في المساحه. طب ده هنا دور ايه؟ لازم انا افكر في دوري ابطال افريقيا دور موسيماني، كان دايما ما بيطيرش الظاهرين، واحد بس بيطير وواحد بيفضل واقف مساند، ده مهم جدا بكره. كذلك دور الارتكاز اللي هو حمدي فتحي او اليو ديانج اللي هو الارتكاز الدفاعي في تغطيه تقدم الظهيرين، مهم جدا، مهم جدا خطوره الهجمات المرتده بتاعه طلائع الجيش على الاطراف تحديدا، مهم جدا دور اليو ديانج، واضحه جدا بالذات احمد سمير وميدو جابر، يعني الاثنين اللي على الاطراف
بيعملوا الهجمة المرتدة ويبدأوا يعملوا عملية الاستحواذ والشوطة. برضو أحمد سمير هنا دخل العمق وشاط في كرة تانية برضو أقوى من دي، يعني هجمة مرتدة اللي هي بتاعة أحمد سمير اللي هو عدى فيها دي في الأول خالص، دي في نهاية المباراة. أدي صلاح محسن عملوا ضغط في وسط الملعب، قطعوا الكورة وارتدوا نفس الكورة برضو فين على الأطراف أهي، راحت لأحمد سمير لناصر منسي الأول، ناصر منسي لعبها لأحمد سمير على الطرف، عدى من ياسر إبراهيم ولعبها تمام. فدي خطورة الهجمة المرتدة على طلائع الجيش على النادي الأهلي. طبعا من طلائع الجيش تمام. لازم نخلي بالنا بكرة من الهجمة المرتدة، إن الظاهرين لو واحد فيهم اتقدم لازم التاني طيب. يثبت لورا، ولازم أليو ديانج أو حمدي فتحي يخلي بالهم من الهجمات المرتدة بسرعة جدا. لو حطيت تشكيل النادي الأهلي بسرعة جدا بسرعة جدا، الشناوي، بدر بنون، أيمن أشرف، كريم فؤاد، علي معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، لويس ميكيسون، حسين الشحات، ومحمد شريف. محمد الشناوي، بدر بنون، وأيمن أشرف اتنين مساكين، أكرم توفيق باك رايت، علي معلول باك ليفت، الاتنين أليو ديانج وعمرو السولية في وسط الملعب، أفشة، حسين الشحات، ميكيسوني ناحية الشمال، وقدام محمد شريف. خلينا نشوف بكره من سيكون في تشكيل النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا كريم، ومبروك طبعا يا احمد على جائزه كريم، الف الف مبروك. شكرا جزيلا، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره مباراه السوبر المحلي في نسخته ال 18 ان شاء الله، المباراه في تمام الساعه 7، وكالعاده النجم الكبير كابتن ايمن شوقي هيكون مع حضراتكم في الاستوديو التحليلي بدايه او قبل بدايه المباراه بساعتين على الهواء مباشره لنقل كل كواليس ما يحدث ما قبل المباراة بالنسبة طبعا للنادي الأهلي. كل الأمنيات الطيبة، ونستطيع النادي الأهلي أن يفوز بالنسخة رقم 18 وال 12 في تاريخ النادي الأهلي في بطولة السوبر المحلي. شوف حضراتكم على خير، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بكرة أشوفكم على مكسب، وإن شاء الله نكون مع بعض ونحتفل إن شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله بكرة شوف حضراتكم على كل خير. إن شاء الله انتظرونا بكرة في الاستوديو التحليلي مع كابتن أيمن شوقي في تمام الساعة 5 قبل مباراة النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش في السوبر الإفريقي. أشوفكم بكرة إن شاء الله بقى بعد المباراة في البيت الكبير. أشكركم وأشوف حضراتكم على خير.